بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعينا من جديد. الان بنتكلم لازلنا في موضوع التحليل ضمن منهجيه عمليه تصميم تجربه المستخدم. تكلمنا انه في عندي مجموعه من الادوات ممكن نستخدمها في موضوع التحليل، الا وهو اليوز كيس دايجرام. بالنسبة لليوز كيس دايجرام نتكلم هو أبسط أشكال التخطيط الخاص بالنظام. اليوم لما باجي بوصف نظام معين، بوصف عمليات هذا النظام، بوصف إنه كل عمليات يجب أن تجرى لتخدم طرف ما أو لتخدم فئة معينة. لذلك سنعرض في هذا التصميم الأفراد أو الجهات المستهدفة في التطبيق، وكذلك كل فئة مستهدفة ما هي العمليات التي نود أن نقدمها لهذه الفئات. لذلك سيكون عندي مخطط حالة استخدام، في عندي أشكال بيضية تعبر عن العمليات اللي حيقدمها هذا النظام، بالإضافة ستقدم مجموعة من المستخدمين، كل مستخدم له ارتباطات مع مجموعة من العمليات كما سيكون موجود معنا في المخطط القادم. لذلك سيكون هذا هو عبارة عن بلوبرينت، هو عبارة عن المخطط العام الذي سيوصف النظام بمكوناته، بعملياته، بأفراده، وهو أبسط أنواع المخططات اللي ممكن نشوفها في تصميم النظام. طيب بنتكلم هنا حالة بسيطة معينة في هذا الموضوع، بنتكلم برنامج أو تطبيق قبول وتسجيل لجامعة. طيب بنتكلم في عندي فئتين موجودين، هذا النظام بيخدم فئة الأدمينستريتور اللي هو فئة المدراء أو مديرين المنظمة أو المؤسسة التعليمية، وكذلك الطلاب اللي بيجوا على المؤسسة التعليمية بحيث إنه بدهم يتعلموا في هذا الموضوع. طيب لو إجينا طلعنا على الستودنت، أول شيء الستودنت بيعمل ستودنت ريجستريشن، يعني أصبح هنا شكل بيضاوي يفسر العمليات اللي يمكن أن تجرى على هذا النظام. أول عملية هي عمل تسجيل الطالب. طيب هل العملية هذه هي ملقاة على عاتق الطالب فقط أم لل إدارة علاقة بهذه العملية؟ أصبح اليوم بحط العمليات في إطار أشكالها البيضاوية، وبأربط العلاقات ما بين العمليات وما بين الفئات المستهدفة. أصبح اليوم عملية التسجيل هي عملية مرتبطة بين طرفين، الإدارة من ناحية والطالب من ناحية أخرى. طيب العملية الثانية Manage Examination، نتكلم عن إدارة الامتحانات. طيب إدارة الامتحانات بنتكلم عن صناعة امتحان، نشر امتحان، تعديل امتحان، تقييم امتحان، كل هذه العمليات تجرى أو تلخص في موضوع اللي هو Manage Examination. مين بيجري هذه العملية غير الإدارة؟ أصبح اليوم أنا بأربط الإدارة بهذه العملية، لا علاقة للطالب بالعملية، أصبح فيش رابط الآن بيربط الطالب مع عملية إدارة الامتحان. طيب نتكلم Manage Question Bank، اليوم بتكلم قاعد عملية مهمة في موضوع إدارة الامتحانات، هو موضوع بنك الأسئلة. مين بيدير بنك الأسئلة من صناعتها حتى إدارتها واستخدامها في صناعة الامتحان؟ هي مرحلة أو هي قسم الإدارة، أو هم الأفراد العاملين في مجال الإدارة، هم من لهم علاقة بهذا المجال أو بهذه العمليات. طيب System Login هو الدخول إلى النظام. طيب الدخول إلى النظام للطرفي العملية هناك صلاحية أو هناك استخدام لهذه العملية، أصبح الإدارة بحاجة إلى تدخل على النظام من خلال منظومة يوزر نيم وباسورد أو منظومة دخول فيها من السيكوريتي ومن الأمان لهذا النظام، وكذلك الطالب يجب أن يكون مرتبط بهذه العملية. عملية أخرى عملية الاختبار. الاختبار الآن بتكلم قاعد الطالب بده يختبر، بده يستخدم الامتحان الالكتروني اللي هو الاونلاين اكزامينيشن حتى انه يقدم هذا الاختبار. طيب هل العمليه هذه عمليه اللي هو الاختبار هي ملقاه على عاتق الطالب ام الطالب مع الاداره؟ اصبح اليوم في الطالب والاداره لها علاقه بهذه العمليه، وكذلك الطالب له علاقه بهذه العمليه. اخر عمليه بتكلم موضوع الريبورتس. الريبورتس هي من مسؤوليه الاداره، هي من تقوم بإجراج أو باستخراج التقارير المختلفة، سواء تقارير أكاديمية أو تقارير إنجازات أو تقارير بنتائج الطلاب. لذلك هنا بختصر باختصار شديد جدا موضوع اليوز كيس دايجرام، فصلت العمليات اللي يمكن إجراءها على أي عملية على أي نظام، وكذلك الفئات المستخدمة المستهدفة الموجودة في هذا النظام، ما هو علاقة كل فئة من هذه الفئات على العمليات التي يجريها هذا النظام. طيب بناخذ مثال اخر، كنا بنعرف اللي هو الواتساب. الواتساب هو عباره عن تطبيق،
الان مين بيخدم التطبيق؟ اليوزرز بشكل عام، سواء كان طالب غير طالب، اي يوزر ممكن يستخدم هذا التطبيق، بنزل التطبيق وبصير بيستخدم هذا التطبيق. لذلك اتكلم اليوزر العادي، وهنا عندي مجموعه من العمليات. لاحظوا معايا، في عمليه ممكن تقسم الى مجموعه سب بروسيسز، يعني انا بتكلم العمليه الكبرى في داخلها مجموعه عمليات صغرى. حنشوف الكلام هذا. اول شيء ايش العمليات ممكن يجي لها؟ الواتساب ابلكيشن. بنتكلم كرييت يوزر جروب، يعني كيف انا اشتغل على بناء مجموعه من اليوزرز. هذه بروسيس، لذلك مخططه بايش؟ بشكل بيضاوي. عمليه ثانيه، عمليه تشاتنج وذ مين، وذ كونتاكت. انا الان عندي مجموعه من كونتاكت بدي اعمل معهم تواصل، بدي ابعث رسائل واستقبل رسائل، يعني في عندي قناه اتصال بيني وبين مين؟ المستخدمين. طيب التشات هذه الان هي بروسيس اصيله. طيب هل في تفرعات لهذه البروسيس؟ ايوه، ممكن انا اعمل اتصال بالتكست بالنصوص، ممكن اعمل اتصال بالاشكال او بالايموجيز بموضوع الابتسامات وما الى ذلك، ممكن اعمل اتصال بالفيديو بالايمج وبالصوت ممكن اعمل انا اتصال بمين؟ باللوكيشنز وما الى ذلك. اصبح في عندي اكثر من عمليه في عمليه الاتصال ما بينه وبين الافراد الموجودين ومستهدفين في هذا التطبيق. طيب بنتكلم شغله ثالثه، سند برودكاست مسج. هذه عمليه من خلالها انا بستخدم الواتساب حتى اني ارسل رساله جماعيه لكل الكونتاكتس اللي عندي موجودين في القوائم تبعتي. اصبح هذه بروسيس موجوده، بفصلها بشكل بيضاوي عندي في اليوز كيس دايجرام. العمليه الرابعه بنتكلم بروفايل سيتنجز. هذه عمليه بتاهل المستخدم اللي هو اللي بده يستخدم الواتساب انه كيف يعمل اديت للبروفايل بيكتشر، كيف يضيف صوره، يعدل صوره، يحذف صوره، وكذلك كيف يعمل ديسبلاي للستيتس، يحط حالته معينه، اذا حاله هو حالته سعيد، حالته والله عنده رؤيه معينه، عنده يضيف قصص في الحالات تبعته. هذا ايش؟ برضه سب بروسيس من البروسيس الاصيله اللي هي البروفايل سيتنجز، اللي هي اعدادات البروفايل. اخر عمليه ممكن يجريها الانسان او المستخدم اللي بيستخدم تطبيق الواتساب، الا وهي المانج اكاونت. وهذه المانج اكاونت فيها مجموعه من السب بروسيسز، منها برايفت سيتنجز، كيف نعمل اعدادات للسياسه الخصوصيه، تشينج نمبر، كيف نعمل تغيير للنمبر، رقم التليفون اللي انا بتواصل من خلاله، اخر شيء ديليت اكاونت، كيف نعمل ديليتنج للاكاونت اللي انا بستخدمه في موضوع الواتساب. باختصار شديد هنا احنا اشتغلنا نموذجين، بالنموذجين عملنا قصه يوز او فصلنا اليوز كيس دياجرام من خلال نموذج عملي، وضحنا فيه الاستخدام الفئات المستهدفه اللي ممكن تستخدم هذا التطبيق، وايش البروسيس اللي ممكن يقدمها هذا التطبيق، وما علاقه البروسيس بهذا المستهدف سواء كان يوزر او نوع اخر من اليوزرز. هيك بنكون احنا خلصنا موضوع اليوز كيس دياجرام. نتمنى يكون هذا الدرس نال اعجابكم. بنتمنى تطبقوا الكلام هذا باستخدام الادوات المختلفه اللي ممكن نستخدمها في موضوع بناء اليوز كيس دياجرام، هتشوفوها في صندوق الوصف. انتظرونا في الدرس القادم، حنتكلم في ادوات اخرى وفي موضوعات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.